كان طبيعه الحال الفيديو اللي عرف واحد انتشار واللي واحد يسمونا بالمؤثرين كيسخروا من المرضى ديال السرطان في حقيقة واحد الواقع سيء وسلبي على النفسية سيرتو ديال النساء المريضات بالتضامن ديال جميع المرضى رجال ونساء. وهذا الفيديو هذا يعني خلى واحد الاثر على النفسية ديال المرضى يعني سلبي جدا، لان معروف اي واحد كتكلم مع السرطان تيتكلم معك على الدور ديال الجانب النفسي. فكيفاش واحد السيده مريضه كيطيح لها الشعر ديالها والحواجب ديالها والضفار مع داك العلاج الكيميائي، وكيجي واحد وحده وتيبداو يضحكوا عليها وتيدي يسخروا منها عوض ما يتضامنوا معها، عوض ما يرفعوا المعنويات، عوض ما هذا يعني. ولكن بالمقابل فواحد العدد كبير ديال الجمعيات ديال السرطان في المغرب كامل، فكاين اللي وضع شكايه امس من المحكمه ديال السلام الدار البيضاء جمعيه الشفاء ديال المحمديه، وكاين جمعيه اخرى في الطريق لوضع شكايات في عدد من المدن المغربيه للتصدي لهذا النوع الرديء من اليوتيوبرز، من المؤثرين، من هذا داك الاودونس ديالهم والتاثير ديالهم يتوظف مسائل ايجابيه، فكنلقاوه يعني بشكل عام كيتوظف مسائل سلبيه اللي كتمنحطه يعني اللي كتحط من الكرامه ديال الانسان ومن الكرامه ديالهم هما. لا عندهم شي كرامه يعني، واش كيأثر حتى يعني بشكل سلبي على الاطفال، على واحد العدد ضروري من تصدي ليه. وبغي ندير واحد الاشاره بالنسبه لهاد الفيديو اللي تحكم على المريضه ديال السرطان سيغتو، فين هما كنتسائل انا فين هما الاتحادات النسائيه وهاد المنظمات النسائيه للتضامن مع النساء المريضات. ماشي في هذا الفيديو، في واحد العدد ديال الامور منهم حتى ملي المرأة ديال السرطان كتلاح من طرف الزوج ديالها، وحتى الطلاق تيتم على اساس انها امراه بحال امراه صحيحه. يعني هذوك الجمعيات اللي كيدافعوا على عقوبه باش تحيد عقوبه الاعدام، راه دايره بحال عقوبه الاعدام هاد المساله دي. وحده مريضه وعوض ماديه في العلاج ديالها، وتيقول الناس كلشي يقول الجانب النفسي، وكتجي كتلاح كيجي واحد يضحك عليها كيجي واحد. فين هما المنظمات النسائيه والاتحادات النسائيه ومنظمات ديال حقوق الانسان بشكل عام للتصدي لهذا؟ وحتى الصوره ديال البلاد، حتى الصوره ديال المغرب راه خصنا نحافظوا عليها من خلال هاد الفيديوهات اللي ضروري خاص شي حل لهاد الرداء اللي انتشرت بشكل واسع، والناس عندهم متابعين، وحتى دوك الناس المتابعين حتى هما راه كيساهموا في هاد الشيء. يعني الناس كتلقى بعقولهم هذا وكيتفرجوا في هذاك الشيء، في هذيك التفاهه، هذيك التفاهه وديك الرداء وديك الميوعه. يعني خص ضروري وضع حد. وحنايا رغم ان البارح سمعت كاين شي اعتذار من هذاك الشخص هذا سميتو نزار ولا ما عرفت، انا يلاه عرفتهم مع هذا الفيديو هذا، فماشي هذيك هي الطريقه ديال الاعتذار. فالطريقه ديال الاعتذار عنده الشروط ديالو، وعاد غادي نشوفوا هاد الجمعيات واش غادي يتقبلوا هذاك الاعتذار ولا لا، ولا غادي يمشيو للمحكمه ولا هذا. يعني خص مسار طويل، وخص من خلالهم هما من خلال هادو ياخذوا واحد العدد اخرين الدرس والعبره. ما يمكنش تجي تضحك على واحد مريض ولا واحد معاق ولا واحد خلق الله في واحد الشكل، لا خص احترام ديال اي واحد كيما بغى يكون، بغى تكون الدرجه ديالو، بغى تكون الصحه ديالو.